أولا جهز الدابة التي سيسافر عليها، وجلس 3 شهور وهو يعرف هذه الدابة. ثانيا أخفى خبر خروجه. ثالثا بدأ التخطيط هو وأبو بكر. رابعا المفروض يتجهون شمالا إلى المدينة، لكنهم لم يتجهوا شمالا لما اتجهوا جنوبا، ذهبوا إلى غار قريب من مكة اللي هو غار إيش؟ غار ثور. جلس هناك 3 أيام. كانت أسماء تأتي بالطعام ويأتي خلفها الغنم من أجل أن يخفوا أثرها، ثم بعد ذلك تنصرف، وثلاث أيام والناس يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الناس يبحثون عنه وين؟ في الطريق، في طريق المدينة وهو جالس جنبه في مكة. ثم بعد ذلك انطلق على غير طريق العادة، مسك طريق الساحل حتى لا يعرفه الناس. ليش هذا كله؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء 7 في ليلة، ليست المسألة أنه لا يستطيع أن يصل المدينة في غمضة عين، لكن يعلمنا كيف يكون التوكل، أن تفعل الأسباب وتتقنها وتجتهد فيها، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله ولا تعتمد على الأسباب.